السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله كاع راكم بيان. اليوم انا رايح نهضر على واحد الدواء، واحد الميديكامون بزاف منكم سقساوني عليه، اللي هو تيتانورين كران ولا سيفو. صح، دوكا لازم نفهموا شنو هذا الدواء، واش يصلح، شكون يستعملو، شكون ما لازمش يستعملو. صح، الحاجه الاولى تيتانورين كران ولا سيفو لازم نفهموا بلي فيها واحد الماده اللي هي لاليدوكاين. وشنو هي لاليدوكاين؟ عباره عن مخدر ولا مهدئ موضعي، يعني انستيزي لوكال، عباره عن مخدر. وقتاش نستعملو تيتانورين سواء سيفو سواء كران؟ نستعملوها لعلاج الام البواسير، يعني تهدئه الام البواسير، نديرو انستيزي باش نخفوا هذاك الالم الموضعي تاع البواسير، يعني انستيزي لوكال. نستعملوها في حالات لي كريز ايموغويدار ولا لي دولور ايموغويدا. صح، لازم نفهموا الحاجه الاولى باللي هاد الدواء ما لازمش يستعملوا الطفل تحت 6 سنين، راهو خاطر عليه، سي ديكونسيي عند الطفل تحت 6 سنين. بالنسبه للمراه الحامل والمراه المرضع، في زوج ديكونسيي يستعملوه. علاش؟ على خاطر ما كاينش دراسات كافيه تثبت باللي ان هاد الدواء اللي هو تيتانورين في لاليدوكاين سليم على الجنين، تسمى ما يديروش تشوهات خلقيه، وسليم على الرضيع، ما يديروش انتوكسيكاسيون. تسمى بالنسبه للمراه الحامل والمراه المرضع، تيتانورين راهي ديكونسيي. كيفاش رانا رايحين نستعملوا هاد الدواء؟ الدواء هذايا كيكون كريما نستعملوه 3 مرات في اليوم، نسباسيو بين استعمال من ربع سوايع حتى ل 6 سوايع. تسمى ما نستعملوش بين استعمال واستعمال مده لا تقل عن 4 ساعات بيسك سي ديكونسيي. نستعملوه على لا مارج تاع لا نوي، تسمى نستعملوه على فتحه الشرج، يعني نديرو الكريمه، نديرو كميه قليله، اون بوت دو نوازات نستعملوها على طرف الاصبع، ونديرو مساج لفتحه الشرج تاعنا 3 مرات في اليوم، نسباسيهم كيما قلت لكم حتى 4 سوايع حتى 6 سوايع. بالنسبه للسيبون نستعملوه خطره صباح وخطره العشيه. دوكا تيك في حاله ناس يقولوا لي باللي كاين دم في ليزيمورويد، تسمى عندنا كي نقضيو الحاجه تاعنا كاين دم، لازم نقولوا بلي هذه الحاجه عندها علاقه مع لا كونستيباسيون. علاش؟ بيسك ليزيمورويد يكونوا بزاف فاسكولاريزي في الجهه تاع فتحه الشرج، تسمى تكون الاوعيه الدمويه بزاف رقيقه وبزاف غنيه في فتحه الشرج. سي بور سا لو كان يكون عندنا كونستيباسيون تما وين يكون عندنا ديسانيومو، يكون عندنا دم يسيل. تسمى كيما قلت لكم اذا شفتوا بلي كاين دم يسيل لازم تعرفوا بلي راهو لوريجين تاعو من لا كونستيباسيون، ولازم تكون عندك حميه غذائيه، ولازم تشرب ملين للامعاء. دوكا كيما قلت لكم لاليدوكاين ولا تيتانورين ما راهوش دواء يعالج البواسير، عباره عن مهدئ فقط للبواسير. تسمى كاين علاج واحد اخر نستعملوه، راني هذا في فيديو قبلها على علاج البواسير. دائما لازم يكون عندنا كونسلطاسيون ميديكال، بيسك نقدروا يكون عندنا تشخيص خطا للبواسير ويكون كاين مرض واحد اخر في القولون. دوك لازم دائما تكون عندنا كونسلطاسيون ميديكال باش نفعلكم.